الله بالخير والنور والسرور. حاب أشكر شركة حكاية للعطلات، وبالتحديد شخص اسمه أحمد في الشركة، بصراحة ما قصر معانا، ضبط لنا كل الحجوزات وكل الترتيبات في فندق أليلة في ولاية مرباط. طبعا مسوي لكم خصومات وعروض وترتيبات بخصوص الحجز، يعني بدال ما تحجز عن طريق الفندق أو أي مكان ثاني بسعر 100 ريال وفوق، اللي هو 1000 درهم وأكثر، مسوي لكم الغرفة حق شخصين وطفلين مع الريوق ب85 ريال فقط، اللي هو ب850 درهم. فأي حد يبي يحجز سواء في هالفندق أو أي فندق ثاني داخل السلطنة برا السلطنة، كل ترتيب السياحة عند هذه الشركة، بحط لكم حسابهم وعندكم الترتيب، وبحط لكم بعد رقم أحمد تواصلوا عنده وما بيقصر معاكم. ويلا الشيء الثاني اللي بقوله، أنه وصلنا لآخر يوم في رحلتنا اللي كلكم تعرفونها، طلعنا من تاريخ 21/6 من الإمارات، دخلنا على عمان ومرينا على كذا ولاية ولله الحمد، وتقريبا بنكمل شهر كامل. حاب استسمح من كل شخص تواصل معاي، سواء رديت عليه وما قدرت أيه، ما قدرت اسوي الاعلان، سواء تواصل معاي وما قدرت ارد على المحادثة، اي شخص سواء في انستغرام، في سناب شات، في تيك توك، في الواتساب، والله لو تشوف الضغط اللي عندي بتقول مرة مسموح هالشخص، ضغط ضغط بشكل كبير من كل النواحي، فالسموحة منكم. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أن لنا رحلة ثانية وترتيب ثاني ونضبط الأمور أكثر وأكثر. وبس والله اليوم إن شاء الله راجعين الإمارات. شكرا لأهل السلطنة، شكرا لكل شخص استضافنا، لكل شخص حب يستضيفنا. الحين طالعين من ولاية مرباط وبالتحديد من فندق أليلة. حاب أشكر شركة حكاية للعطلات على ترتيبهم للحجز بشكل عام يعني، وكل الترتيبات بصراحة من أفضل الليالي ومن أفضل الإقامات اللي أقمنا فيهن في ظفار. فندق يستاهل 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 بصراحة. ويلا نطلع من صلالة، لازم ناخذ لنا مشلي وبإذام. شو هذا؟ زين كبت. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف ترتيبات، حد يعبل أنيا يعبل بعمره. شكرا. ترتيبات، شوف 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 اللعبة. هذه طلعت صلالة، خلاص بنطلع من صلالة الحين، لكن دائما كل سنة لازم قبل لا نطلع نمر على مال المشاكيك والفطيرة. وشو ناخذ؟ عبد الله خبرهم شو ناخذ. 100 حبة مشكاك. 100 مشكاك عشان الدخل. 75 حبة خلود ياخذها. حرام عليك، تعال تعال تعال. حرام عليك. 100 مشكاك، 100 مشكاك، تعرف يعني 100؟ ونحن أربعة بس، يعني الواحد كم يطيح له؟ أنا 50 وأنتم 50. خير. وفطيرة الحين بعد تضبيط فطيرة إن شاء الله، نفس الشيء. في صلالة ويحب التونة، جربوا من عندهم فطيرة التونة. صدق شيء عالمي، يقولوا لهم جبن ودقوس، أهم شيء. جن، وهذا شيء قصة. هذا هاي لعبتنا أنا وعبد الله. هذا ترتيبنا انا وعبد الله. لازم سبايسي، اللي يبى سبايسي يقول بنحطه بالفلفل الاخضر، اللي ما يبى لا يحط. دقوس وايد حلو. صال طماط، يا سلام. ما
هلا شوف كم مشكاك، 100 مشكاك حق شوف حق الخط بس، 100 مشكاك حق الخط. ناخذ النوم، ناخذ النوم واحد ما يشوفه. يا الله لحم بوش. ما يشوف. لا حمود ولا عبد الله. ها شفتني؟ دليلة بعد ما ساد انك واحد ها؟ ما درم تصبر ما يصبر بنا عندك. ويلا على العين. الحين طالعين من صلالة. يلا ان شاء الله باذن الله باذن الله الله يكتب لنا وني مرة ثانية. 50-60% نرجع. لكن ان شاء الله يصير نصيب ونرجع باذن الله. بداية شهر 8. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.